السلام عليكم. ربما كاينش الناس دار خاوياك تصبنوا ولا تتسيقوا شو ديروا. المهم بغيت نقول لكم شارك معكم داكشي اللي سمعت لي قال وزير العدل، جاب لي الضحكه وبغيت نضحك معكم. قال لك عطى الاوامر الاجراءات النيابه العامه باش تكون المحكمه عادله بجميع القوانين. راه ما خصهاش تكون محكمه، ما خصش يكون بعد ديجا الاعتقال. علاش اعتقلتيهم؟ الناس كانت تطلب الحقوق ديالها، جايين تيقولوا لنا بعد الاجوبه في البرنامج ديال الفتيت الا شفتوها كلهم راهي في يوتيوب في البرنامج نهضروا. قالوا بالله المشاريع 90% قال لك تستجبنا معاها، وديك 21 بدقة استجبنا معاها بإجابة ديال المطالبات ديال المطالب ديال الحراك الشعبي، و 90% علاش ديك اللعبة 90% باش جبنا ديك 10؟ وديك 10 شنو هي؟ 10 فيها صافو دير دوك المطالب الكبار، فيها الجامعة العشرة اللي مقبولاش، فيها الجامعة وفيها السبيطار الكبير ديال السرطان، وفيها مافياض العقار، وفيها المصانع ديال الشغل، و 90% ديال المصانع ديال المناره ديالهم، ديك 10% اللي ما قبلوش هي ديال المطالب ديال العراق. ولكن ماشي هذا اللي يهمني في الجواب ديال الفتيت. انا اللي يهمني هو الجواب ديال وزير العدل، وهذا اللعب على العقول والضحك على الشعب. هذه هي اللي التروغ بالكلام الفارغ الذي لا يساء اهميه فيه ولا إفادة ولا ما تهم والو. من تجي وزير العدل تيقول لك عطيت الأوامر النيابة العامة باش يكون محكمة عادلة وباقيين براء حتى تصرح المحكمة ديالهم وما يصرح به على التعذيب، درنا فحص طبي. أولا لماذا فحص طبي؟ ضربوهم الجنون. الفرقة الإرهابية اللي خطفاتهم راهي اللي ضرباتهم، لاش هذا الفحص الطبي ولاش هذا البحث؟ غنديروا بحث، وشكون اللي شدهم؟ شديناهم حنا ضربناهم، لاش بحت؟ بحت راه اللي شدهم هو اللي ضربهم. ولا الحاجة تجيب لي الضحك، والله ما نكذب عليكم، في عود ما نكعاون بدا نسب، حاولت نقلبها بالضحك. هذه غريبة صاحبي، يجيك وزير العدل ويقول لك المحكمة عادلة، حتى علاش غتكون محكمة؟ هاد الناس راه كانت تطلب علاش الاعتقال؟ ما كاين أوزين تيجلس ديك الجلسة اللي أنتم تتهضروا عليها، رئيس مجلس النواب وشفار 22 مليار باش يكون معتقل هو فوقك وزبزافي في الحبس، أنت بغيت تسطيني وتقول لي محكمة عادلة؟ أنت كي بغيتيني نثق فيك وأوزين فوقك جالس دي. هذا هو تيسطيني في هاد السياسيين. ولكن للأسف للاسف واكرر والله للاسف، لقاو الشعب ديال الحمير وشعب ديال البغال وشعب ديال الحيوانات وشعب ديال الكلاب وشعب ديال الارخاص وديال الجهلاء وديال الغافلين المتغفلين وديال الضعفاء المستضعفين، لا عقليا ولا فكريا ولا ثقافيا ولا علميا ولا حقوقيا ولا مبدئيا. هاد الناس لقاو طواليطات ساكنين المغرب، ناس البعر ساكن داك البلاد، فنعطيهم الحق يجي يقول لهم راني عطيت الامر النيابه العامه باش تكون محكمه عادله. تا اي شعب ذاك يقول لك واتا علاش عتقلتيهم ولا خطفتيهم بعدا؟ تا علاش المحكمه؟ متى تقول انت جيت تقول لنا المطالب ديالهم مشروعه واستجبنا للمطالب ديالهم 90%، مهما هاد المطالب اللي خرجوا عليها مشروعه، علاش الاعتقال؟ تا علاش الاختطاف؟ رانا غتسطيني متى تجي تقول لي عطيت الاوامر النيابه العامه باش تكون محكمة عادلة. انت واش بغيت تسطينا ولا مالك؟ فلهذا اش نقول لكم، غريب وصافي، لا حول ولا قوة الا بالله. زعما انا مثلا انا تنتغرب كيفاش المغاربه تيسمعوا بحال هاد الهضره وتيبقاو هانيين، عندهم ترونكيل، هضره زوينه. ورق سمع وزير العدل غتكون محكمه عادله، هو قال لك عطى الاوامر النيابه العامه. وشكون هذاك اللي الفوق اللي تيعطيك الاذن تهضر؟ اوزين، اجي اوزين انسان صالح. شكون ادم الكراطه؟ هو اللي مكلف بكم عطيتو الاوامر ديال العداله. الله يعطينا وجوهكم يا وجوه الناس. دابا هذا تيعطي الله تيضحك على الدقان. انت كيفاش تجي انت تقول للشعب على قدو تستحمروا وتستغبلوا وتردوا حيوان كلب ما تيفهمش، تقول ليه راه عطيت
الأوامر النيابة العامة والجميع المسؤولين المكلفين باش تكون محكمة عادلة. تقول لي علاش اعتقلتيهم بعد لماذا لاش الاعتقال والاختطاف؟ علاش داروا؟ ياك تقول لنا هذا الشيء كل شيء اللي طلبوه انتم مجموعين عليه، كون كان هذا الشيء ارهاب ومس بالوطن باستقرار البلاد ما غتجمعوش عليه، طريحوا هنا وتناقشوا المشروع. هذا راه كنت تناقض، وهذا راه لم تستحمروا بحال دابا شي واحد تنقول لا المرأة فاسدة وبغية وما غنتزوجش بها وهذه دير الزينة ومريح انا والوليد تنتناقشوا الخطاب هذه الخطبة ديالها. تا تقول عليها الزينة وتدير وتدير وتتناقش حتى وباك كيفاش غتمشيو تخطبوها والسكر اللي غديو، راه هو اللي تتمليكوا عندنا الزيازية تستحمروا في الشعب والله العظيم. لا لا حشومة وعرض اللعبة ترى ما راه انت تشوف الشعب تيصنت بحال هذا الشيء وتيقول تيستعمل راسو. قال لك عطيت الاوامر للنيابه العامه وغتكون المحكمه حتى البراءه ديالهم واللي انت باش متهومين انت ياك السبب ديال داك الشيء كله هما دوك 21 طلب اللي كاين في المطلب ديالهم في الملف ديال الحراك الشعبي. الا انت تتعترف به انت وزير الداخليه ديالك واستجبنا معاه بجديه علاش اعتقلتيهم؟ عرفتي راه هذا الفيلم هذا راه اللي راه تجي تيتجمعوا على والو، ما تيمثلوا لا شعب ما تيمثلوا حتى واحد بقوه دابا التبخيس ديالهم. وهادي الملك عاقب الا تفرشوا ما بقاش عندهم صوت وما عندهمش مصداقيه، قال لهم سيروا تجمعوا في مجلس النواب مع المستشارين وديروا انتوما كلام ديك العماره كتطرحوا بعض الافكار ديالكم والفتيت قال لهم مزيد من الصمود وتنطلبوا من الجمعيات وكل شيء يوقفوا معانا ويزيدوا بحال عندهم مصداقيه وديك اللعبه غيوقفوا غيجابوا والمستجابه وغنجيو نتجاوبوا مع في الحسيمه. حتى الحسيمه والشريف لا ما هضرتيش مع الحراك الشعبي مع الزفزافي ومع الاخرين تفاوضتيش مع هذوك ما غتنفذ والو. راه ما تصيفط في دوك النخاب ديالك ودوك الفاسدين ما تيستعرش بهم الشعب. انا من هنا وما تستعرش، بقى اللي جالسين تم مقهورين. انا عايش في السويد وبخير وعلى خير وانا في بارطما ديالي وعايش لاباس وما تنستعرش بهذوك. هذا يستعرفوا بهم اللي مقهورين ساكن لا خدمه لا ردمه والشر والجوع والبطاله والقهره. تالا من تضحك الله يعطيكم. السلام عليكم، نهاركم سعيد. والله العظيم الا هادي الشوهه عاوتاني جاتي تيلعبوا عندنا هاد وزير القهره قال لك وزير العدل عطيت الاوامر، قال لك الاوامر للنيابه العامه باش تاخذ الاجراءات وان شاء الله غتكون محكمات عادله والبراءه ديالهم. ثلاثه اعتقلتيهم تمنيك عندك اوزي اللي جالس الفوق ماله ما يتعتقل. داك عليوه فينا هو اللي خرج مشى يزور مو يدفن مو يدفن كل الشعب كله. حتى الله يعطي ولاد الكلاب، الله يا ولاد الكلاب الى قربت ساعتكم ان شاء الله الشعب عاق. وراه البارح بان مني خرج مسيره ديال المليونيه ما كانش فيها حتى شي رايه ديال ديك الرايه ديال القمع. ها هنا تيدار اول مره خرجت مسيره مليونيه ما فيهاش رايه ديال القمع، فلهذا ديك الرايه اللي تيهزوها البلطاجيه والشبيحه بالجنه ويقولوا عاش ملككم ما بقاتش عندها مصداقيه حتى هي. تحيه نضاليه الله الوطن الشعب وحبكم في الله. السلام عليكم. منافقين ولاد العرب.